أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تدعم استقرار الدولة الليبية التي تعد امتدادا للأمن القومي المصري. وأوضح جبالي خلال مؤتمر صحفي مشترك داخل مقر مجلس النواب بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح ورئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري أن مصر تدعم التسوية السياسية في ليبيا لإنهاء الأزمة الراهنة. تحرص مصر دائما على دعم سياده واستقرار ليبيا باعتبارها امتدادا للامن القومي المصري ومصر تؤكد على دعمها التام للجهود التي بذلت من اجل التوصل الى تسويه سياسيه تنهي الازمه الراهنه حيث استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستوري برعايه الامم المتحده والتي توجت بالتوافق بين كل من سياده المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي وسياده الاستاذ خالد المشري رئيس المجلس الاعلى للدوله على القاعده الدستوريه التي ستكون باذن الله بمثابه نقطه انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبيه